اللاجئون الفلسطينيون النازحون من سوريا يدفعون ثمن ما يجري، وهناك قصص وحكايا مأساوية تعيشها العائلات الفلسطينية التي نزحت إلى مخيم طرابلس في شمال لبنان. وقد قتل نحو 1200 لاجئ فلسطيني في سوريا وأصيب الآلاف. يتحمله الكثيرون في كبرياء يقف وراءه ألم عصيب، إنه اللجوء والهروب من الحروب والنزاعات، فما بين النزوح والنزوح قصص أخرى تكاد تنفطر لها القلوب، كما هي حال هذه اللاجئة الفلسطينية في سوريا التي تغيب الحقيقة عندها وتبدو الصورة قاتمة، سببها البحث عن وطن وهوية. ليه مكتوب علينا نتشرد نضل محل لمحل؟ يفتحوا لنا الحدود على فلسطين ونرجع. اللي عم بيضها برجع. بس اتشنطت من مكان لمكان هيك؟ بدي ارجع اسس من اول وجديد، تطلع روح ليكبروا اولاد ويأسسوا بيوت لإلن. واقع العائلات الفلسطينية النازحة صعب جدا، خصوصا بعدما غادروا مخيم اليرموك في سوريا في اتجاه مخيم البداوي في طرابلس شمال لبنان، حيث تسكن ثلاث عائلات في غرفة واحدة وأكثر من 40 خيمة يقطنها أكثر من 60 عائلة في ظروف معيشية صعبة للغاية. ووفق إحصائيات فلسطينية شبه رسمية، فقد قتل حوالي 1200 فلسطيني في سوريا، وأصيب الآلاف منذ اندلاع الأزمة هناك، ونحو نصف مليون لاجئ فلسطيني في عدد من المخيمات في انتظار حل لقضيتهم. زينب خرفاتي، العربية.